بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وها نحن في الدرس 19 في الكهرباء والمغناطيسية، أي الدرس الخامس في الكهرباء المتحركة. ندرس اليوم قانون كيرشوف مع بعض التمارين. قانون كيرشوف، القانون الأول يسمى انحفاض الشحنة أو قانون العقد لا كونسيرفاسيون دو لا شارج أو لوا دي نو. في عقدة من دارة كهربائية، ونعرف ما معنى عقدة، مجموع شدات التيارات الداخلة يساوي مجموع شدات التيارات الخارجة. معناه رياضيا سيغما اي اس، اس معناها سورتون خارجة، تساوي سيغما اي او، او معناها هنا اونترا، او مجموع الشدات الداخلة ناقص مجموع الشدات الخارجة يساوي الصفر. المعادلتان متكافئتان. إذن هذا يعني أن الشحنات لا تتراكم وتتسرب عند عقدة في الشبكة، أي أنها تخضع لقانون انحفاض الشحنة. القانون الثاني، والذي يسمى قانون انحفاض الطاقة أو قانون العروات conservation de l'énergie ou loi des mailles، في عروة ك من دارة كهربائية، المجموع الجبري، وأؤكد هنا على المجموع الجبري، لحاصل جداء المقاومات في التيار، أي سيغما ار كا اي كا، يساوي المجموع الجبري كذلك للقوى المحركة الكهربائية سيغما او كا، وسنشرح هذا في الأمثلة التالية. إذن رياضيا سيغما او كا يساوي سيغما ار كا اي كا، المجموعان مجموعان جبريان. نصيحة عملية لتطبيق قانوني كيرشوف: عند استعمال قانوني كيرشوف ينصح اتباع الخطوات التالية بكل عناية. عند استعمال القانون الأول، أي قانون العقد، المجموع الحسابي للشدة التيارات الداخلة للعقدة يساوي المجموع الحسابي لشدة التيارات الخارجة منها، أو مجموع التيارات الداخلة ناقص مجموع التيارات الخارجة يساوي الصفر. عند استعمال القانون الثاني، اختر اتجاه موجب حول العروة. ما دام نحن بصدد مجموع جبري، إذن لابد أن نختار اتجاه موجب حول العروة. انطلاقا من هذا الاختيار، جميع التيارات والقوى المحركة الكهربائية إذا كانت في هذا الاتجاه تكون موجبة. التي تعاكس هذا الاتجاه الموجب الذي اخترناه تكون سالبة. لكن هنا حذاري، نعتبر اتجاه او موجبا عندما ندخل من القطب السالب للمولد ونخرج من القطب الموجب، وسالبا في الحالة العكسية. إذن او ممكن أن تكون موجبة أو سالبة. تكون موجبة عندما ندخل حسب الاتجاه الذي اخترناه من القطب السالب ونخرج من القطب الموجب، والعكس بالعكس. في حالة الشبكات المعقدة، من الصعب معرفة عدد المعادلات المستقلة، وإن كان نحن لا نتطرق إلى الشبكات المبسطة، لاستنتاج جميع المجاهيل. من أجل ذلك ينصح استخدام القاعدتين التاليتين: إذا كان عدد العقد في الشبكة الكهربائية يساوي M، عدد ما M، فقانون العقد ينطبق على M ناقص واحد عقدة، ولنا كامل الحرية في اختيار العقد. افصل الشبكة إلى مكوناتها من العروات المستقلة. ما معنى العروات المستقلة؟ هي العروات التي لها على الأقل فرع غير مشترك مع عروة أخرى. اعتبر كل عروة وكأنها قائمة بذاتها، وطبق عليها القانون الثاني لكيرشوف. إذن أعد قراءة كل هذه النصائح العملية، وعليك الاحتفاظ بها لكي تتمكن من تطبيق قانوني كيرشوف بكل راحة. مثال، في المثال سنوضح كيف نطبق قانوني كيرشوف. يمثل الشكل هذا دارة كهربائية مغلقة. نقترح تطبيق قانوني كيرشوف بكتابة المعادلات المناسبة، أي معادلات العقد ومعادلة العروات.
علما أن المقاومة الداخلية للمولدات، لهذا المولد وهذا المولد وهذا المحرك، مهملة. تطبيق القانون الأول، كم عقدة عندي؟ عقدة A، العقدة C، العقدة B، والعقدة D. إذن عندي 4 عقد، سنوضح العروات فيما بعد. الآن نطبق قانون كيرشوف على هذه العقد. إذن في العقدة A، في هذه نلاحظ أن التيارات تيار EA داخل، بينما E3 و E2 خارجة، أي أن E1 يساوي E3 زائد E2. في العقدة B، E5 يدخل، E6 يدخل، ولكن ما هو التيار الذي يخرج من هنا؟ هو غير واضح. إذا تتبعت هذا الفرع فإنه E1، معناه أن E1 يساوي E5 زائد E6. العقدة C، E2 يدخل ويخرج E4 و E5، إذن E2 يساوي E5 زائد E4. في العقدة D، E4 يدخل، E3 يدخل، ولكن E6 يخرج، معناه أن E6 يساوي E4 زائد E3. تطبيق القانون الثاني، قانون العروات. هناك 3 عروات مستقلة كما سنوضح هنا. بعد اختيار الاتجاهات كما هو مبين على الشكل، يمكن كتابة مختلف المعادلات. إذن هذه العروة الأولى تبدأ من هذا المولد مرورا ب A C B والرجوع للمولد. العروة الثانية هي هذه C A D C. العروة الثالثة هي C D B والرجوع إلى C. نبدأ بالعروة الأولى، هذه مجموع القوى المحركة الكهربائية. إذا لاحظوا الاتجاه الذي اخترته كاتجاه موجب بالأحمر، السهم الأحمر المنعكف. تيار هنا يدخل من القطب السالب ويخرج من القطب الموجب. إذا E1 موجبة ولها نفس الاتجاه الموجب الذي اخترناه، إذا هي موجبة. بينما E2 التيار يدخل من القطب الموجب ويخرج من القطب السالب، إذا هي سالبة، رغم أن لها نفس اتجاه الاتجاه الموجب الذي اخترناه هنا. إذا عندي E1 ناقص E2 يساوي جداءات R في E. R1 E1 E1 عنده نفس اتجاه الموجب، إذا E1 موجب. E2 موجب نفس اتجاه المختار. E5 موجب لأن عنده نفس اتجاه الموجب الذي اخترناه. إذا عندي R1 E1 زائد R2 E2 زائد R5 E5. هذه العروة الأولى. العروة الثانية هذه A C D A، لاحظوا الاتجاه الذي اخترته. إذا في هذه الحالة مجموع القوى المحركة الكهربائية، عندي قوة محركة كهربائية واحدة هنا، ولكن تيار يدخل من القطب الموجب ويخرج من القطب السالب، إذا هي سالبة وهي تعاكس حتى الاتجاه الموجب. إذن هي ناقص E2 يساوي R3 E3. E3 هو هنا له نفس الاتجاه الموجب، بينما E4 و E2 يعاكسان الاتجاه الموجب الذي اخترته، إذن هما سالبان، إذن ناقص R4 E4 ناقص R2 E2. العروة الثالثة هذه C D B C، تيارات الموجبة هي E4 E6 و E5 سالبة لأنها تعكس الاتجاه الموجب. بقي لي إشارة E6، مادام هذا محرك فهو آخذة، ونعرف أن القوة المحركة الكهربائية العكسية لآخذة تعاكس في اتجاهها التيار الكهربائي الذي يجتاز هذه الأخذة. إذا معناه هنا E6 هي موجهة من B نحو D، إذا هي سالبة بالنسبة لهذا الاتجاه الموجب. إذا ناقص E6 تساوي R6 E6 زائد R4 E4 ناقص R5 E5. ربما تظهر لنا عروات أخرى.
مثلا هذه العروتين O1 A D B والرجوع المولي. هذه العروة لا تهمنا لأنها ليست مستقلة. لماذا هي ليست مستقلة؟ لأن كل فروعها تنتمي إلى عروات أخرى، معناه ليس لها أي فرع لا ينتمي أو غير مشترك مع عروة أخرى. كذلك العروة A C B D A A C B D A هذا المعين. هذه العروة كذلك كل فروعها مشتركة مع العروات الأخرى، إذن هي ليست مستقلة، ولهذا لا فائدة من اعتبارهما لأنهما غير مستقلتين. إذن أنصحكم بإعادة النظر في هذا المثال التطبيقي لكي تفهموا جيدا كيف نطبق قانوني كيرشوف. وإلى هذا التمرين، باستعمال قانوني كيرشوف عين تيارين E1 و E2 في الشبكة الممثلة على هذا الشكل. Vous avez l'énoncé en langue française et le تصحيح. هذا هو التركيب الذي أعطي لنا. لاحظوا أن لدينا ثلاث مولدات، هذا مولد للتوتر وهذا مولد للتيار، ولهذا وضعت هنا إيطاء إحدى مميزاته وهو التيار الذي يولده هذا المولد، نرمز إليه بإيطاء. في العروة A، إذن هذه هي العروة A، ما هي التيارات التي تدخل؟ عندي E1 وعندي التيار الذي يأتي من E2 وهو E3 والتيار الذي يخرج هو E2. إذن نكتب E1 الذي يدخل ناقص التيار الذي يخرج اللي هو E2 زائد التيار الذي يدخل وهو E3، أو E1 زائد E3 يساوي E2. في العقدة B، هذه العقدة B عندي تيار يأتي من هذا المولد ويدخل إلى B، وعندي هذا التيار الذي يأتي من A يدخل إلى B. إذن E2 وإيطا يدخلان وE4 يخرج. إذن عندي E2 ناقص E4 زائد إيطا يساوي 0، أو E4 يساوي E2 زائد إيطا. العروة 1، هذه العروة فيها مولدين E1 و E2، اخترت الاتجاه الموجب. إذن ما علي إلا التطبيق. E1 ناقص E2، E1 موجبة لأن عندها نفس الاتجاه الموجب الذي اخترته، والتيار يدخل من القطب السالب ويخرج من القطب الموجب، إذن هي موجبة. ناقص E2، لماذا E2 سالبة؟ لأن رغم أن التيار يدخل من القطب السالب ويخرج من القطب الموجب إذن هي موجبة، ولكن هي تعاكس في اتجاهها الاتجاه الموجب الذي اخترته، إذن هي ناقص E2 يساوي 2R E1، E1 موجب حسب هذا الاتجاه، ناقص 2R E3، E3 يعكس الاتجاه الموجب الذي اخترناه. العروة الثانية هذه، هنا كذلك عندي مولد وحيد، تيار يدخل من القطب السالب ويخرج من القطب الموجب، إذن E موجبة ولها نفس الاتجاه الذي اخترناه كاتجاه موجب، إذن هي موجبة. يساوي 2R E3، E3 الآن أصبح له نفس هذا الاتجاه، إذن موجب، زائد R2، E2 له نفس اتجاه الموجب هذا، إذن موجب، زائد كذلك E4 اتجاه موجب. الآن نحصل على معادلتين ذات مجهولين، أو بالأحرى يجب أن نحصل على معادلتين ذات مجهولين لإيجاد E1 و E2. هنا عندي أربع مجاهيل، عندي أربع معادلات وعندي أربع مجاهيل، أبسط لأحصل على معادلتين فقط لمجهولين. عندي E1 ناقص E2 تساوي 2R E1 ناقص 2R E3، ولكن E3 ماذا تساوي؟ تساوي E2 ناقص E1، ولهذا عوضت هنا E3 بE2 ناقص
اي واحد لكي يصبح تصبح لي معادله ذات مجهولين اي واحد و اي اثنين. من المعادله من معادله العروه الثانيه E2 يساوي 2 R E3 كذلك، هنا كذلك أعوض E3 ب E2 ناقص E1 زائد R E2 زائد R E4. E4 استنتجه من هنا E4 يساوي E2 زائد إيتا، ولهذا عوضته هنا لأحصل على معادلة ثانية وهي 4 R E2 ناقص 2 R E1 زائد R إيتا. ها هما المعادلتان، ها هما المعادلتان ذات المجهولين E1 و اثنين. إذا الآن الحل أصبح أكثر بساطة. ولاحظ هنا كيف أحل هذه المعادلتين بعد النظر جيدا في هاتين المعادلتين. ألاحظ هنا عندي 4 ار اي 1 وهنا ناقص 2 ار اي 1. لو كانت عندي هنا 4 ار اي 1 لجمعت المعادلتين ليحصل على اثنين، وهنا عندي ناقص 2 ار اي 1 ليحصل هنا على 4. يكفي ان اضرب هذه المعادله في 2. اذا اضرب المعادله هذه 2 في 2 تصبح عندي 2 او 2 تساوي 8 ار اي 2 ناقص 4 ار اي 1 زائد 2 ار ايتا. المعادله الاولى ابقيها على حالها، اجمع المعادلتين طرف لطرف أحصل على O1 زائد O2 تساوي 6 R E2 زائد 2 R إيتا، وما عليكم إلا التأكد من هذه النتيجة. في النهاية أحصل على E2 اللي هي O1 زائد O2 ناقص 2 R إيتا على 6 R. بقي لي E1. هنا أعود إلى المعادلة الثانية هذه وأعوض E2 بالعبارة التي وجدتها وأحصل على E1. ها هنا O2 تساوي 4 R E2، E2 هي كل هذه العبارة، ناقص 2 R E1 زائد R إيتا. أختزل هنا R مع R وأبسط، أختزل هذه أقسم 4 على 2 و 6 على 2 تصبح عندي 2 وهنا على 3. إذا أترك لكم الفرصة للقيام بالحساب لكي تجدوا في النهاية 2 تساوي 2 O1 زائد O2 ناقص 2 R إيتا على 3 ناقص 2 R E1 زائد R إيتا. في النهاية ستجدون E1 يساوي 2 O1 زائد O2 ناقص R إيتا على 6، وما عليكم إلا التأكد. ولن يكفي التأكد من الحساب، أنصحكم لإعادة حل هذا التمرين ولكن ب تغيير الاتجاه الذي اقترحته أنا. أنتم اختاروا اتجاه المعاكس وأعيدوا كتابة كل هذه المعادلات، ولا بد أن تحصلوا على هاتين النتيجتين بالضبط. إذن هذه فرصة لكم لكي تتمرنوا، لأن الحلول حلول التمارين ليست من أجل أن تقرأوها وتمر عليها مرور الكرام، بل يجب أن تفهموا أولا الحل وتكونوا قادرين على إعادة الحل من أوله إلى آخره. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، إلى اللقاء في الدرس العشرين والدرس السادس والآخير في الكهرباء المتحركة، والذي سنكتشف من خلاله قانون تيفنا مهم جدا كذلك، ونتبعه بتمارين محلولة. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم كل التوفيق، ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة إذا كانت هذه الدروس تهمكم. إلى اللقاء والسلام عليكم.